انتظار إذن الانطلاقة والبداية لهذه المباراة. إذن صفرة البداية تنطلق وفارق كبير من خلال مشواره بالدوري لخط النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في المربع المزدحم حقيقة في منطقة التنافس على الدوري ومزاحمة من يعتلي جدول الترتيب. وهذه هي لقاء حاول تيسير الجاسم طلع العجمي براسه لأحمد رياحي بحطه بيساره لكن تغطية دفاعية مساعدة إطراد كرة لصالح نادي النصر ارجع مرة ثانية للعنابي بيحط له كرة أقرب بها عبد الرحمن أقرب لها حارس المرمى أحمد عادي. محاولة إذن السالمية محاولة لكن تبعد أبعها متعايض إلى أحمد الرياحي جيت اليسار الانطلاقة راح تكون مفيدة أحمد الرياحي إلى طلال العجمي جيت اليسار بيحاول ينطلق داخل منطقة 18 لكن متابعة ما زالت موجودة ومحمس ويدان وصافرة بوجود حالة تسلل إذن موجودة حالة تسلل الإشارة واضحة وجود حالة تسلل مع المساعد الثاني إذن امتياز جيد للنصر لكن النصر يعني امتياز جيد للسامية لكن النصر ليس ببعيد عن والوصول إلى مرمى الفريق الخصم في غالب الأحيان. فاول لصالح النصر فاول لصالح النصر أحمد رياحي اللي كان بيحاول استلم كرة لكن تدخل من مساعد ندى أفضلية بالقرار إذن لصالح النصر. شوف العادة سالمية بيستغل المساحات بشكل جيد اللاعبين في انتشار جيد وهذه الكرة حلوة ناحية اليمين لصالح النصر صيدياء محاولة بيلعب كرة عرضية بتمر لكن مساعد ندى في غالب يملكها لكن روبن بيغطي أمام كرة مساعد ندى. أحمد الرياحي حلوة بيمر بيحاول يتقدم أحمد الرياحي جهة اليسار أحمد الرياحي كرة معاه بيلعب إلى تيسير شايت على المرمى حلوة حلوة يسير الجاسم وتفاهم مع أحمد الرياحي لعبة كانت ممكن تكون فيها استفادة لكن يسير خطرة الحقيقة سيد ضياب يرجع إلى باع عبد الرحمن ها نقلة إلى أحمد الرياحي لكن شكل صفوف النادي السالمية ديمور سيد ضياب يلعبها إلى تيسير طلع عجمي أحمد الرياحي بيشوت لكن كرة اللعب ها عبد الرحمن كرة لخارج الملعب ولا فيه خطأ دفاع عبد الرحمن نافي بيلعب عرضية نحاب خطرة خطرة تيسير الله مرة ثانية بيحاول طلع العجمي خطرة الله كرة بتضيع كرة بتضيع لكن غريبة غريبة المفروض ما تضيع على النصر شوف لعادة شوف 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 تيسير وشوف أحمد عادي صدى رجعها أحمد الرياحي طافت من طلال العجمي ولا في عماش أيضا هذه الكرة ما تضيع لكن ضاعت عايض باع عبد الرحمن بيلعب كرة حلوة إلى لا في عماش لعبة عرضية كرة تبعد في سافرة بوجود لكن نهاية أحداث المباراة ولو هو في قرار إذا نهاية أحداث المباراة جمالي إذا ما بين السالمية والنصر نذهب بشكل سريع إلى استوديو تحليل الزميل جابر نصر لصالح النصر ممكن تكون الرؤية جيدة والقراءة طبعا يحاول أن يضغط حقيقة أحمد عبد الكريم أيضا في شق هجومي جيت يبرر إلى تيسير الجاسم كرة ما زالت موجودة رياحي لكن بتمر وفي خطأ عكسي على أحمد الرياحي لصالح السالمية بيحاول يمر لكن مقطوعة ناحية اليسار إلى سلمان مرمية
لصالح النصران بحاول انطلق واحتكاك، لكن افضليه استمرار اللعب الى النصر. سلمان برمي بمر بيتقدم بيلعب كره ناحيه من احمد رياحي الى محمد دحام وفيره. محمد دحام وفيره واحمد الرياحي اللي استخلص لنفس الكره، وانذار لمن اعاق احمد الرياحي في بدايه الهجمه. اللي استخلص الكره لنفسه وحاول يتقدم. شوف الاعاده، شوف مساعدة راد، حاول إعاقة أحمد الرياحي اللي كان هو اللي يتقدم، لكن استمرارية أحمد الرياحي أعطى فرصة لهجمة جميلة. لكن اللي لعب فيها نادي المرخية في أرضية الملعب شمشو نفتان، لكن من بن ياسين، لكن باهر الحضرة في هذا المساء. أحمد علاء، لعبة عرضية من أحمد علاء، خلصت بن ياسين، خلصها بن ياسين، يا سلام بن ياسين. تعود من جديد عن طريق جوناثان، جوناثان لب النداء، انس وليد من 19 كلاديو، واحد على حساب نادي الخريطيات وعبور نادي الاتحيل من بوابه معاذر في الدقائق الاخيره. في الدقيقه 88 وضع الاهلي هدف التقدم بعد تعادل يعود الخط الخلفي عن طريق اللي تواجد في الخط الخلفي بالمناسبه في ذلك النهائي اللي سجل في ارضيه الملعب بن ياسين بعد تدخل مع جوناثان باتجاه جوناثان دفاعية. انس وليد من 19 كلاديو، واحد على حساب نادي الخريطيات وعبور نادي الاتحيل من بوابة معاذر في الدقائق الاخيرة. في الدقيقة 88 وضع الاهلي هدف التقدم بعد تعادل الايجابي. سنوات كرة ملعوبة عرضية من احمد علاء، لكن من يبدأ على التسجيل؟ الكرة اجوال، الكرة اجوال، الكرة تعود مرة اخرى عن طريق بن ياسين على يا جوناثان، هل يعود على محاولة؟ لكن بن ياسين يحدث ويحضر.